حقيقة يعني سعيد أن أكون هنا وسعيد أن أشاهد هذا الإنجاز الرائع، هذه بصمة رائعة في مجال التعليم الجامعي. أرجو أن يوفقون في مسيرتها، وأوصي أنا باستمراريتها وأن تعطى حقها من الاهتمام من مجلس الأمناء وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز، سوف يعمل على هذا الشيء بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، ربي تفضل علينا أن شفنا هذا اليوم، مثل ما أنت شايف فرحة الأهالي، فرحة الخريجين، يا ربي لك الحمد، والله يديم علينا الأمن والأمان، قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الله يحفظه ويطول لنا بعمره. أول شيء مثل ما أنت عارف أن المملكة العربية السعودية في نماء وفي ارتقاء، يا ربي لك الحمد، فواجب علينا أن إحنا نكون سواء سعوديين أو مقيمين، كلنا أشخاص موجودين في هذا البلد عشان نخدمه ونكون كلنا يد واحدة ونشارك كلنا إن شاء الله في الرؤية وفي إنماء هذا الوطن مثل ما تفضلت في البداية. حقيقة نبارك لخريجينا هذا التفوق، هذا العمل الجاد المثمر خلال 4 إلى 5 سنوات، نبارك لهم هذا العمل وهذا الاجتهاد وهذا الجد الذي هيأهم أن يتخرجوا هذه الليلة، ونطلب منهم أنه يكونوا خير سفراء للجامعة العربية المفتوحة كما عودنا خريجينا دائما بأنهم خير سفراء، عندما يذهبون لسوق العمل يبرزون أنفسهم، يبرزون مهاراتهم، يبرزون سلوكهم الإنساني أيضا. فنحن نثق أن طلبتنا خريجينا وخريجاتنا سوف يكونون على أعلى المستويات في سوق العمل وسوف يبهرون أرباب العمل إن شاء الله تعالى. نتمنى لهم التوفيق. خريجين الجامعة العربية المفتوحة يتميزون بثلاث مميزات قد لا تجتمع جميعها في خريجين الجامعات الأخرى، وهي مستمدة من نوع التعليم المقدم في الجامعة، فهو يقدم باللغة الإنجليزية، يعتمد على التقنية الحديثة وأيضا على البحث وعلى التعلم الذاتي. نجحوا طلبتنا فنتائجهم الجيدة جعلت من كبريات الشركات في المملكة العربية السعودية كأرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية أن تبتعث طلبتهم وترسلهم وتتيح لهم فرصة إكمال دراستهم في الجامعة العربية المفتوحة.